الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بناء وعي حقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه مصر. مصر ترحب بالتفاهمات السودانية الأمريكية ببدء رفع اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للإرهاب. واليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بالنظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع تركيا. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم، بداية هذه النشرة مع زميلي باسم طبانة. إليك باسم. شكرا لك دعاء. أهلا بكم مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة. وقلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم. هذا وقد وجه الرئيس السيسي كلمة أكد فيها أنه لا يمكن لأحد أن يعتدي على مصر من الخارج بفضل قوة الجيش وقدرته، كما شدد على ضرورة بناء الوعي الحقيقي لمواجهة أي تحد يواجه مصر. موضوع الوعي اللي أنا بتكلم عليه موضوع مهم وخطير. قوة الجيش وقدرته مفيش فيها كلام، ودايما نقول إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى. محدش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن أبدا من الخارج يعني يعتدي على مصر. أولا لأن احنا ما بنعتديش على حد، وثانيا لأن قوة الجيش قوة عظيمة إن شاء الله، وقادرة على حماية أرضها وترابها ضد أي معتدي يعني. لكن مهمة قوي كمان، مهمة تضاف إلى المهام اللي انتم تبذلوها، هي بناء وعي حقيقي لأخوك المجند اللي جاي يقعد معاك سنة أو اتنين أو أكتر، عشان هو كمان يساهم بوعيه ده مع أسرته. مفيش تحدي بيقابل بلدنا وبيقابل أتصور البلاد اللي بتستهدف بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعي حقيقي. ويمكن أنا بكرر الكلام ده كتير، والناس متصورة يعني ليه الإلحاح في الإشارة للخطر ده، لأن الحقيقة هو لا يقل خطر عن أي معتدي ممكن ينال من الدولة أو يعتدي عليها. لأن الهدف في النهاية هو، وأنا بقوله كمان للسادة الحضور من أولياء الأمور والأسر، القضية كلها هي إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم. القضية كلها كده فقط. كل القضايا وكل المشاكل اللي موجودة في كل الدول ما بتنتهيش ومش هتنتهي، لأن دي سنن الدنيا، ما فيش مطلق دولة كاملة. لكن الفكرة كلها إزاي يحشد الرأي العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء. وده كلام أنا بقوله دلوقتي لمهام تضاف للجيش وللشرطة كمان، مع الأبناء اللي موجودين، أبناء مصر اللي هم المجندين اللي بيجوا عندنا سواء في الجيش أو الشرطة. من فضلكم، وعشان انتوا كمان تقدروا توعوهم كويس، لازم انتم تبقوا فاهمين كويس قوي. واحنا كنا قلنا الكلام ده من 7 سنين، قلنا ان الكليات العسكريه لازم تدرس يعني ايه دوله والحفاظ عليها والمخاطر اللي بتقابلها. قال الرئيس السيسي لخريج الكليات العسكريه ان المهمه التي تدربوا من اجلها حتى يقوموا بتنفيذها هي من اشرف المهام، وهي مهمه حمايه الوطن وابنائه، موجها التحيه لهم. واسمحوا لي ان انا اوجه التحيه، كل التحيه للابناء او ابناء الخريجين من الكليات العسكريه المختلفه.
واتمنى لكم كل التوفيق. واسمحوا لي اقول لكم ان المهمه اللي انتم يعني تدربتم وتجهزتم عشان تقوموا بتنفيذها هي من اشرف المهام، ان ما كانتش اشرف مهمه على الاطلاق. مهمه حمايه وطن وترابه وحمايه اهله وناسه امر شريف قوي وعظيم قوي، والحقيقه اللي بيتقدم من اجل حمايته هي الروح والدم. ما بيتقدمش جهد وعرق وسهر بس، لا، ده بيتقدم روح ودم. واعتقد الحياه هي اغلى ما يملكه الانسان، وبالتالي بتمنى لكم التوفيق، وبقول دائما لكم وانتم في بدايه حياتكم العسكريه العمل والالتزام والانتباه امر في منتهى الاهميه. وجه رئيس السيسي تحية شكر وتقدير لأهل طلاب الكلية والمعاهد العسكرية والذين يقدمون أبنائهم لحماية مصر وأمنها. أوجه التحية والتقدير والاعتزاز للأسر، لأولياء الأمور اللي هم اللي هم يعني سهروا وربوا وأنفقوا وفي الآخر جم قدموا أبنائهم لبلدهم مصر عشان أبنائهم يبقوا مسؤولين عن حماية هذه الدولة، أمنها وسلامها وسلامتها كمان. فأنا ده أمر عظيم قوي إن الأسر اللي زي ما قلت كده سهرت وعملت ده كله جاية في الآخر بتقول طيب أنا بقدم ابني لأجل خاطر بلدنا مصر. فأنا بقول لكم جميعا شكرا جزيلا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الأسر المصرية، شكرا جزيلا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربية. أستاذ جمال، بعد التحية، اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الكثير من النقاط الهامة جدا، ومن ضمن هذه النقاط التي أكد عليها هي فكرة الفهم والوعي، والوعي والفهم، أهمية أن يكون هناك فهم ووعي عند سواء من يعمل في المجال العسكري، سواء حتى من يعمل في المجال المدني، حتى يتم فهم ومعرفة الأكاذيب والافتراءات. كل التحية لحضرتك يا فندم. في الحقيقة يعني أول خليني أهنئ كل الشعب المصري بتخريج دفعة جديدة من أبطال القوات المسلحة العظيمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان حريصا على التأكيد على قضية الوعي، وهي القضية المركزية المهمة، أعتقد أنها القضية المفصلية فيما يتعلق بمواجهة الحروب بأساليبها الحديثة في هذا التوقيت. وبالتالي هنا حضرتك التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتكون على عاتق جيل جديد من الأبطال كان لزاما، وكان كلام السيد الرئيس واضحا ومخاطبا هؤلاء الخريجين من الكليات العسكرية سواء في كلية الحربية أو الفنية العسكرية أو البحرية أو الجوية أو المعهد الفني للقوات المسلحة. كان الكلام واضحا فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بقضية الوعي ومحاولة نشره من خلال يعني أو من خلال شرح ده حتى للجنود أو المجندين اللي قاعدين مع هؤلاء. نعم، هو حتى قال بالنص مهم جدا بناء وعي حقيقي لأخوك اللي جاي يقعد معاك سنة أو اثنين أو ثلاثة، سنة أو أكثر، علشان ده ينقل هذا الوعي وهذه الثقافة لأسرته في بلده أو في محافظته أو في أهله أو عائلته. وبالتالي هنا علينا التأكيد، وسيادة الرئيس قال أنا يعني دائما بتحدث، والإلحاح هنا فيما يتعلق بقضية الوعي هنا إلحاح يعني مدروس، وإلحاح وهو سيادته حريص على التأكيد عليه، لأنه كل ما يحدث من تزييف وأكاذيب ودعاية سلبية و
تشكيك وحشد رأي العام السلب والكذب والافتراء، ده يحتاج إلى مواجهته حضرتك بالوعي، لأنه عندما يمتلك المواطن المصري الوعي فهو إذن امتلك الإقناع، امتلك الإرادة، امتلك الإيمان. عندما تكون لدي قناعة، إذن أنا لدي وعي، إذن لدي القدرة على المواجهة، إذن علي القدرة على كشف الغث من الثمين، لدي القدرة على مواجهة الخصوم، لدي القدرة على فرز الحقيقة من الباطل، لدي القدرة على حماية وتحرير عقلي من هيمنة وسيطرة وسائل الإعلام المعادية الكاذبة التي تستهدف في المقاطع. والرئيس ذكرها بالفعل النهاردة، ذكر أهمية الوعي لفهم الأكاذيب والافتراءات التي من الممكن أن تقال. نعم نعم، الوعي قضية هي هذا الملف، وأنا يعني ألمس من حضرتك النهاردة يعني سؤالك هو التركيز على فكرة هذا الملف وهذه القضية، ومعك حق، لأنه المعركة الحقيقية هي معركة وعي، لم تكن معركة تستخدم فيها الأسلحة التقليدية كما هو معتاد. قواتنا المسلحة انتصرت في حروب، في حرب السوبر على سبيل المثال، لكن كنا نعلم من هو العدو، من هو الذي ندير معه معاركنا. الآن الحروب مفتوحة والمعارك مفتوحة والعدو مفتوح، يحتاج فقط في لعقل ووعي المواطن. أيضا بناء الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة التي يعني مصر تصعد وتبنى وسط عالم متغير والتحديات تتداخل بشكل كبير جدا وبشكل واسع، وبالتالي هنا التأثير، هنا محاولة بس الفتنة بين المواطن وبين الدولة، بين الشعوب وبين قادتها. وبالتالي هنا عندما يمتلك المواطن أو عندما يصحح المواطن الوعي ويصحح رأيه ويكون رأي صحيح، رأي وطني، رأي له علاقة بالدولة وبناء الدولة، يستطيع هنا الثبات، يستطيع التماسك، يستطيع الوقوف بصمود، يستطيع الدفاع عن الدولة المصرية أو أي دولة وطنية في الإقليم أو في المنطقة، بتعدد عن مصر الشعب المصري او شعوب اخرى. خلينا نقول انه رساله والسيد الرئيس النهارده كان يعني كلامه واضح جدا وقاطع وفاصل فيما يتعلق ب حتى دور الجيش والشرطه في تشكيل هذا الوعي، وهنا تشكيل هذا الوعي في هذه المؤسستين المهمتين بما لهما من ادوار قويه وعظيمه وعميقه بالحفاظ على أمن واستقرار الدولة الوطنية. وبالتالي أن تشكيل الوعي والتأكيد على فكرة الوعي لدى الجنود العابرين عام أو عامين أو المجندين العابرين عام أو عامين ثم يعودوا، هنا تصحيح لمستقبل، هنا إمساك بخيوط رؤية وبصر وبصيرة تتعلق بالوطنية المصرية في طريق المستقبل. وبالتالي هنا في كل مجال علينا أن نوسع رؤية البصر تجاه الوعي، الوعي في المدارس، الوعي من المراحل الأولى للمدارس بدءا من الحضانة والابتدائي والإعدادي والجامعات، الوعي في 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 المساجد، الوعي في 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 الأماكن العامة، في الأندية، في مناهج التعليم، في الأسر، في البيوت، في أولياء الأمور، كل هذا الوعي أعتقد أنه هو الذخيرة القوية في مواجهة الحروب التي تعزف أو تستهدف عقول المصريين. نعم بالتأكيد. من يخطط بهذه الأساليب الكاذبة المضللة هو يستهدف في المقام الأول عقل المواطن، عقل المواطن المصري، وبالتالي هنا الوعي هو الذي من الممكن أن يقف حائلا ضد تصديق أي أكاذيب أو افتراءات من الممكن أن تؤثر. أستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك. عبر مدير الكليات العسكرية عن سعادتهم بتخريج دفعة جديدة من الطلاب ليكونوا إضافة للكوادر القادرة على حماية تراب الوطن على الاتجاهات الاستراتيجية كافة. هم من اليوم ضباط مقاتلين ضمن صفوف منظومة القوات المسلحة،
هم الدم الجديد اللي بيبث في قلب القوات المسلحة، وبإذن الله يزيدوا قوة وصلابة، وبيبقى الوعي وعقيدة الانتماء للوطن والولاء للقوات المسلحة هو الدافع والداعم لتنفيذ المهام المكلفين بها. السنة دي كان في تطور مضطرد في الكلية الجوية، ابتدينا بإنشاء مدرسة معلمي طيران هليكوبتر بتتيح لضباط المدرسين طيران قسم الهليكوبتر أن يكون معلم طيران مؤهل خريج مدرسة معلمي طيران هليكوبتر. تم حصول الكلية الجوية على المركز الأول في مسابقة جودة التعليم. يمثلون دماء جديدة في شرايين قواتنا المسلحة الباسلة، نضيف بهم رصيدا جديدا للرجال الذين أخذوا على عاتقهم عهد الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه في ظل ما يحيط بنا من تغيرات وتطورات متلاحقة إقليميا وعربيا بتتطلب مننا اليقظة التامة والاستعداد القتالي العالي وإعداد كوادر من ضباط اليوم وقادة المستقبل تكون قادرة على العمل بكفاءة. احنا بنقسم العلوم اللي بتدرس في كلية الدفاع الجوي إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي العلوم العسكرية، ودي بيتم تدريسها بمجرد ارتحاق الطالب بالقوات المسلحة وحتى تخرجه. العلوم التخصصية اللي هي علوم الدفاع الجوي، ودي بيقوم أعضاء هيئة التدريس ببدء تدريسها في السنة الدراسية الثانية وحتى السنة الدراسية الخامسة. العلوم الهندسية والإنسانية بيتم تدريسها عقب انتهاء الطلبة من فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية وحتى الفصل الدراسي الثاني بالسنة الخامسة. احنا دلوقتي وصلنا لآخر عام 21 تخصص، 11 تخصص كهرباء و10 تخصصات ميكانيكا. هذا بالإضافة إلى إن احنا بندرب الطالب عمليا على أحدث المعامل. المعامل ديت ليها بند أساسي سنوي، الغرض منه تحديث هذه المعامل واستخدام المعامل الحديثة. في الوقت نفسه أكد وائل خريجي مختلف الكليات العسكرية على شعورهم بالفخر لكونهم أصبحوا أحد أذرع الوطن للزود عنه ضد مختلف التهديدات. هو شرف لأي حد يلتحق بالقوات المسلحة ويبقى فرد من أفراد خارج نادي الأرض، بس المهمة وأشرف مهمة إن احنا لازم نحافظ على مصر والدفاع عنها ضد أي خطر. الحمد لله النهاردة احنا في قمة الفرح والسعادة والسرور، مناسبة ولا يعني ما تتوصفش إن ابني ينجح في الكلية الحربية ويتفوق. أكيد بهدي نجاح والدي ووالدتي لأن هم تعبوا معايا الفترة اللي فاتت وبذلوا معايا مجهود كبير جدا لأن أنا وصلت اللي أنا فيه وتخرجت الحمد لله. شعور مزيج من الفخر والاحترام لكل القادة الذين يعني كان لهم الفضل إن احنا نكون موجودين اليوم، وشعور بالفخر من تكريمي من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. طبعا شعوري زي شعور أي طالب متخرج الأول على دفعته، الحمد لله رب العالمين تكرمنا النهاردة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وده شرف ليا أن أتكرم من سيادته، والحمد لله أن تعبت وجهدت كل الخمس سنين ده عشان أحصل الفرصة دي. أنا النهاردة فرحان وفخور بي لأن أتخرج من أعظم كلية من شرق الأوسط. والله الشيء النهارده شعور بالفخر، شعور مستنيه من اربع سنين في كليه الدفاع الجوي، واحلى شعور احسه بعد حصاد تعب وصبر الاربع سنين اللي فاتوا. رحبت مصر بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيانها عن تطلع مصر إلى أن تطوي هذه الخطوات سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية والتي تعرض لها السودان الشقيق، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية.
عبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو عن تقدير بلاده الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إنهاء وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب. أضاف في حسابه الرسمي على تويتر أن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أضر كثيرا بعلاقاتها الخارجية، وأشار إلى أن الخرطوم تتطلع لتواصل دائم مع العالم بما يخدم مصالح الشعب السوداني. يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية السوداني عمر أمر الدين إن بلاده عانت كثيرا من وضع اسم السودان على لائحة الإرهاب. وأضاف الوزير السوداني في مؤتمر صحفي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن الحكومة السودانية تعمل على إعفاء البلاد من ديونها. من جانبها أكدت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون. أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام عودة السودان للمجتمع الدولي وللنظام المصرفي العالمي والاستثمارات والإعفاء من الديون. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار وأكد أن له أهمية بالغة. بعد مرور ربع قرن على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، يبدو أن الوقت حان للخروج من النفق المظلم وتدشين مرحلة جديدة يستعيد فيها السودان كامل علاقاته الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده لشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف تاريخي داعم للحكومة السودانية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد. ترامب كتب في تغريدة له أن الحكومة الجديدة في السودان أحرزت تقدما فعليا ووافقت على دفع 335 مليون دولار لعائلات ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، مشيرا إلى أنه سيشطب السودان من لائحة الإرهاب فور تحويل مبلغ التعويضات. وتعليقا على إعلان ترامب، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح بابا واسعا لعودة بلاده إلى المجتمع الدولي والنظام المصرفي العالمي. هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة ومتكاملة وأكثر فعالية. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. أما رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في تغريدة له أن هذه الخطوة البناءة تؤكد التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني. كما رحب الاتحاد الأوروبي برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، وقال مسؤول الشؤون الخارجية جوزيف بوريل إن هذه الخطوة تعزز اندماج السودان في المجتمع الدولي وانخراطه في الاقتصاد العالمي، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية في السودان بشكل كامل. يقف السودان على أعتاب فجر جديد انتظره طويلا للخروج من أزمة الديون واستكمال مسيرة العدالة والسلام. التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المستشارة الألمانية خلال زيارته برلين في ثاني محطات جولته الأوروبية. وفي مؤتمر صحفي مع ميركل دعا الكاظمي ألمانيا إلى دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق، ومن بينها إجراء انتخابات نزيهة منتصف العام القادم. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته شرعت بخطة طموحة للإصلاح المالي والإداري، وهو ما يعرف بالورقة البيضاء. أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن الوحدة الوطنية هي سلاح بلاده الأقوى لمواجهة الأخطار. أضاف في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي لمجلس الأمة استمراره على نهج الأمير الراحل والالتزام بالديمقراطية والدستور ودولة القانون. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت، مؤكدا أن الكويت دولة دستور ومؤسسات. أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أن الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل سيؤسسون صندوقاً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي الكشف عن الصندوق الجديد تزامناً مع زيارة أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل، والتي شهدت أيضاً توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين الإمارات وإسرائيل. وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية أن هذه الزيارة ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين. أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن تطلعه أن تسفر المفاوضات الجارية في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل على توصل اتفاق يحفظ الحقوق السيادية لبلاده، مؤكدا أهمية إنجاح المفاوضات التي تجرى بشكل تقني. أثنى عون خلال استقباله للمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيتش على دور الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط مسهل للتفاوض. هذا وتعقد الجولة الثانية من المفاوضات في 26 أكتوبر الجاري. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رفع الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اللبناني، وذلك لعدم اكتمال النصاب. واستمرت الجلسة نحو 55 دقيقة من انعقادها، تم خلالها انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقلين. وانسحب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة عند طرح قانون العفو العام، ما أدى إلى فقدان النصاب في المجلس وبالتالي رفع الجلسة. وقدم طيار المستقبل وعدة نواب لبنانيين مشاريع عديدة لقانون العفو العام حتى يتناسب مع مطالب الكتل النيابية اللبنانية الأخرى، ولكنها قوبلت بالرفض. كشفت تقارير دولية جديدة معاناة عاملات المنازل الأجنبيات في قطر، حيث يعانين جراء العمل المفرط وانعدام أوقات الراحة والمعاملة السيئة والمهينة. أشارت التقارير إلى أن ما يزيد على 100 سيدة عاملة في منازل قطرية تعرضن للإساءات والانتهاكات. وقالت بعض النساء إنهن كن ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي، وأنهن عملن لأكثر من 18 ساعة طوال أيام الأسبوع رغم مخالفة ذلك للقانون. أشارت التقارير إلى أن الصورة العامة تظهر أن النظام يسمح لأرباب العمل بمعاملة العاملات في المنازل كمقتنيات وليس كبشر. تواصل اليونان حملة دبلوماسية مكثفة للتصدي للانتهاكات التركية في منطقة شرق المتوسط. وفي هذا الإطار طلبت اليونان من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية التعليق الكامل للاتحاد الجمركي مع تركيا وتفعيل بند الدفاع المتبادل في معاهدة الاتحاد الأوروبي، كما بعثت برسالة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تستنكر فيها أعمال تركيا المزعزعة للاستقرار. وأرسلت اليونان أيضاً تقريراً إلى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية حول إعلان تركيا غير القانوني عن توسيع المنطقة التركية لمسؤولية البحث والإنقاذ والتي تتداخل مع مناطق السيادة والولاية اليونانية. قالت صحيفة نيو يوروب إن نهاية نظام أردوغان باتت وشيكة بعد أن قاد الاقتصاد المؤسف لتركيا البلاد إلى طريق الكارثة. أشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا أسوأ بكثير مما تدعي الحكومة، ولا توجد إحصاءات رسمية موثوقة عن البطالة ودخل الأسرة، حيث إن الحكومة تحافظ على سرية هذه الأرقام، وهذا يكفي الإشارة إلى أن الوضع في تركيا سيء بالفعل. أشارت الصحيفة إلى أن أردوغان اختار الخروج من هذا المأزق بفتح جبهات حرب في ليبيا وسوريا والعراق وناغورنو كاراباغ في خطوة يائسة تهدف إلى الحفاظ على السيطرة الداخلية. قالت مجموعة المراقبة البرلمانية المعنية بمراقبة أعمال البرلمان إنه لم يتم إدراج الأعمال والجهود المتعلقة بالعنف ضد المرأة واتفاقية إسطنبول في جدول الأعمال البرلمانية. وأضافت المجموعة أن رئيس مجلس النواب التركي لم يدلي بأي تصريحات أو يقدم أي مبادرات أو حتى وعود في هذا الشأن، ولم يتحدث أحد عن هذه القضية أثناء مخاطبة المشرعين في الجمعية العامة للبرلمان.
أفادت مصادر سورية بمقتل ما لا يقل عن 27 مسلحا من المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي للقتال في المعارك المشتعلة في إقليم ناغورنو كاراباغ، وذلك بين أرمينيا وأذربيجان. قالت المصادر إن حصيلة قتلى المرتزقة الذين تدعمهم تركيا وصلت إلى ما لا يقل عن 161 قتيل، وأن دفعة جديدة من المرتزقة تتحضر للذهاب إلى أذربيجان. يستأنف المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون المكلفون بتحديد العلاقة التجارية بين الجانبين عقب بريكزيت المحادثات في وقت لاحق من أجل كسر جمود هذا الملف. ويلتقي المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست في بروكسل بعد أن تعثرت المفاوضات بين الجانبين بعد القمة الأوروبية. كانت الدول الأعضاء في الاتحاد دعت لندن إلى تقديم تنازلات مؤكدة رغبتها في مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر قبل العام القادم. كشفت دوائر حكومية ألمانية أن وزير الداخلية الألماني تخلى عن معارضته لإجراء دراسة عن العنصرية داخل الشرطة بعد خلاف استمر لشهور طويلة في هذا الشأن. وقالت الدوائر إن الوزير أصر في الوقت ذاته على فحص أي صعوبات تواجه أفراد الأمن خلال عملهم، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع التشدد والعنصرية. قالت روسيا إنها مستعدة لتجميد عدد رؤوسها النووية إجمالا إذا اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة من أجل تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة لمدة عام. ورفضت واشنطن الأسبوع الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد المعاهدة لمدة عام من دون شروط، وقالت إنه لا سبيل لنجاح أي اقتراح لا يتضمن تصورا لتجميد كل الرؤوس النووية. وتم توقيع معاهدة نيو ستارت في عام 2010، ومن المقرر انتهاء العمل بها في فبراير القادم، وهي آخر معاهدة للحد من الترسانة النووية الاستراتيجية التي يملكها البلدان. قال الأسطول السابع الأمريكي إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أجرت مناورات بحرية ثلاثية في بحر الصين الجنوبي أمس للمرة الخامسة هذا العام. جرت المناورات في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوات إلى حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسط مخاوف متزايدة من نفوذ الصين المتنامي في المنطقة. بحث أعضاء من حكومة أفغانستان ووفد طالبان ومجموعة اتصال الطرفين القضايا العالقة المتنازع عليها بينهما. وذكرت وسائل إعلام أفغانية أنه لم يتم حسم أي من القضايا المتنازع عليها، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التفاوض لإنهاء الخلافات بينهما. اتهمت حملة الرئيس الأمريكي لجنة المناظرات الرئاسية بالتحيز، وأبدت اعتراضها على زر كتم الصوت الذي أعلنت عنه اللجنة، وقالت إنه سيتم استخدامه في مناظرة ترامب مع منافسه جو بايدن والمقررة يوم الخميس المقبل. ورغم تأكيد اللجنة أن ترامب سيشارك في المناظرة، إلا أنها أبدت عدم إرضاها عن المواضيع المعلنة لها، مشيرة إلى أنها كان يجب أن تركز أكثر على السياسة الخارجية. وفي المقابل أعلنت حملة بايدن أن كل من الجانبين كان قد اتفقا في السابق على السماح للمشرفين على المناظرات باختيار الموضوعات، وأضافت أن ترامب مهتم بقواعد المناظرة أكثر من اهتمامه بمساعدة الدولة والتي تعاني من أزمة. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير الجيش وإعادة جميع الجنود الأمريكيين المنتشرين في الخارج حال فوزه بولاية رئاسية جديدة. وندد ترامب خلال مؤتمر انتخابي في ولاية أريزونا بسياسة الديمقراطيين والتي أقحمت الجيش الأمريكي في معارك خارج البلاد، كما اتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن بالعمل على حجب عشرات الآلاف من الوظائف ومنحها للصين، فضلا عن زيادة الضرائب على الأمريكيين رغم جائحة كورونا. سجلت وزارة الصحة الإيرانية 5039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابة يومي على الإطلاق. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 حالة.
وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة إن 322 مريضا توفوا بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31,034 حالة. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أن البلاد سجلت أدنى مستوى لإصابات كورونا في نحو 3 أشهر، بينما واصلت الإصابات التراجع عن ذروة سبتمبر. وسجلت البلاد 46,790 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 7,600,000 إصابة، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. كما سجلت 587 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 115,197. أعلنت وزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 324,084 حالة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6,673. سجلت روسيا مستوى قياسيا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا اليوم، بلغ 16,319 حالة، من بينها 5,000 إصابة في العاصمة موسكو، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد 1,430,000 إصابة. كما أعلنت السلطات عن تسجيل 269 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الوفيات من 25,000 وفاة. قالت بريطانيا إنها ستساهم في تمويل تجارب تجرى فيها إصابة متطوعين أصحاء بفيروس كورونا المستجد عن عمد، وذلك بهدف الإسراع بتطوير لقاحات تقي منه. قالت الحكومة إنها ستستثمر 33.6 مليون جنيه استرليني في الدراسات التي يطلق عليها تجارب التحدي الإنساني، والتي تهدف إلى استخدام جرعات محكومة من الفيروس. سيكون في البداية اكتشاف أصغر كمية من الفيروس تسبب الإصابة بكوفيد-19 بين مجموعات صغيرة من الشباب الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وهي الفئة العمرية الأقل تعرضا للضرر. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 373,167 في المجمل. وكشفت البيانات عن تسجيل 6,868 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 47 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9,836 حالة وفاة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8,212,981 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 58,387 حالة إصابة جديدة. قالت الجامعة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 220,119 حالة، وذلك عقب تسجيل 445 حالة وفاة جديدة. وفي الأرجنتين تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز المليون إصابة بعد تسجيل نحو 13,000 إصابة جديدة. وذكر بيان للصحة الأرجنتينية أن العدد الإجمالي للحالات بلغ 1,2620 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 26,716 بعد تسجيل 451 إصابة جديدة. تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 40 مليون إصابة، في حين لجأت بعض الدول إلى تجديد إجراءاتها وإعادة بعض القيود للحد من انتشار الفيروس. والمزيد في التقرير التالي.
يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الأرواح حول العالم، فوفقاً لبيانات رسمية تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم 40 مليوناً، كما أعلن عن أكثر من 1,500,000 إصابة في الأيام السبعة الأخيرة في أعلى عدد يسجل خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء، وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاث الأكثر تضرراً وهي الولايات المتحدة والهند والبرازيل. وفي أعقاب أسبوع شهد ازدياداً في الإصابات في القارة الأوروبية، قامت العديد من الدول بفرض قيود جديدة لمواجهة موجة عدوى ثانية وقوية للفيروس، إذ فرضت بلجيكا حظر تجول ليلاً، كما أعلنت إغلاق كافة المقاهي والمطاعم لشهر على الأقل بعدما تجاوزت مؤخراً عتبة 200,000 إصابة. يأتي هذا فيما جعلت سويسرا وضع الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة، كما حظرت التجمعات العامة لأكثر من 15 شخصاً، إذ تضاعفت العدوى في الدول الغنية الواقعة في جبال الألب خلال الأيام السبعة الماضية. أما فرنسا ففرضت في مطلع الأسبوع حظر تجول ليلي في 9 مدن من بينها باريس، مما أثر على 20 مليون شخص. وفي إيطاليا الدولة الأولى التي عانت من تفشي الفيروس على نطاق واسع في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، تم فرض حظر على الرياضات الجماعية للهواة وإغلاق مبكر على الحانات والمطاعم. من جانبه أوضح رئيس الوزراء جوزيب كونتي أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تجنب اتخاذ تدابير أكثر صرامة يمكن أن تلحق مزيداً من الضرر بثالث أكبر اقتصاد في أوروبا عانى بالفعل من إغلاق وطني استمر لشهرين. لكن الأزمة المتصاعدة تتناقض مع الوضع في استراليا، حيث خففت ميلبورن ثاني كبرى مدن البلاد من القيود الصارمة المفروضة، وسمحت للسكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة بمغادرة منازلهم لأكثر من ساعتين في اليوم للمرة الأولى منذ يوليو الماضي. وعربياً بدأت السلطات السعودية تخفيف القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19، إذ فتحت المسجد الحرام في مكة أمام المصلين للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وزادت عدد المعتمرين إلى 15,000 يومياً وسط تدابير صحية احترازية مكثفة. أما في تونس فوجه رئيس الوزراء هشام المشيشي بفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعدما تصاعدت حالة الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ أكثر من 40,000. في تلك الأثناء قالت جامعة أكسفورد البريطانية إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثير طويل الأمد لكوفيد-19 وجدت أن عدداً كبيراً من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد 2 إلى 3 أشهر من الإصابة بالفيروس. وأضافت الجامعة أن العلماء اكتشفوا أيضاً تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم، ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19. كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. وشدد مدبولي على استمرار تشغيل كل غرف إدارة الأزمات للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما وجه بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لتجهيز نفسها للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة عدد من التقارير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادية، وذلك لمتابعة عمل تنفيذ الصندوق. ثمن رئيس الوزراء الخطوات التي تتحقق فعليا في إطار تدعيم وحوكمة دور صندوق مصر السيادية على النحو الذي يمكنه من أداء دوره المحوري كمظلة شاملة وكيان اقتصادي هائل يضع على رأس أولوياته تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، سعيا نحو جذب الاستثمارات والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومقدراتها. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري. وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأهداف أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي سعيا للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير. يواصل المصريون بالخارج طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عبر البريد المستعجل في 124 دولة. هذا وقد بدأت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولى عملها لليوم الثاني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن فريقا من الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر. تعد بحيرة المنزلة الأكبر مساحة على الإطلاق بين بحيرات مصر، وقد تحولت إلى مصدر الخير الأكبر بعد قطع شوط كبير في طريق تطويرها والذي من المقرر أن ينتهي خلال عام 2022. احفظ هذه الصورة القاتمة جيداً لأن تنظيفها سيدهشك، فالقادم متلألأ تماماً كهذا الماء. أحراش غطت وجه أكبر بحيرات مصر لعشرات السنين وحبست خيرها. كل واحد له جزء في البحيرة، كنا كل ما نيجي نقرب منه لا يجي يطلع علينا بالمكنة، لا كان يجي ياخد السمك اللي معانا. وكأننا أمام المستحيل الرابع. ده الحلم. حلمت بيه ليكوا يا مصريين من 4 سنين. إنه يتحقق إلى حد أن ترى إشراقة حقل ظهر من ضفتها الشمالية، فمن قلب واقع ميت خرجت الحياة وتحزمت بطريق أمان بطول 80 كيلو مترا يفصل البحيرة التي تبلغ 250 ألف فدانا منها 125 ألفا مسطح مائي عن الأراضي المجاورة، ويوقف الردم فيها إجباريا بإزالة أكثر من 5000 تعد كانت البداية في منتصف عام 2017، ثم التطهير الذي ينتهي بنهاية سبتمبر عام 2020، والتكريك بثلاث وحدات وصلت اليوم لإحدى 31 كراكة. وكانت حياة السمك صاحبة الكلمة في نسب التعميق.
تعميقنا منسوب التعميق لغايه 225 سنتي وبتوصل لغايه 230 سنتي عشان يحصل استفاده كبيره من المشروع. عندي هنا بيبقى فيه هيش وبيبقى فيه عندي حشائش بتطلع في الميه، لو انا عمقت المنسوب اقل من الجذور بتاعتها دي هتضطر تطلع تاني، فانا بضطر اعمق لاعماق اعلى عشان اشيلها من جذورها ما تطلعش تاني. وجاد طمي البحيره بكنوز خفيه، 49 معدن اقيمت لها وحدات فصل كامله. اهم المعادن عن 6 معادن رئيسيين، التيتانيوم ده بيستخدم في الصناعات الغذائية، والبويات عندي الزركون ده أهميته في بيستخدم في صناعة السيراميك صناعة الزجاج. البحيرة تطل على 3 محافظات، بورسعيد، دمياط والدقهلية، وتخدم أكثر من 100,000 صياد بشباك مغزولة ومساكين أجسادهم نفسها هي أداة الصيد. لهذا الحلم بقية، فهذا المستحيل الذي تحقق على الأرض استكمل صورته النهائية بنهاية عام 2022، وتصبح هذه الأمواج الهادئة جاهزة لاستقبال الصيادين من المحترفين والهواة من جميع الأنحاء، ويتحقق الوعد وتتحول بحيرة المنزلة إلى قبلة الصيد الحر. أشكال وألوان، ثروة هائلة ومتجددة ظهورها طبيعي بعد تنظيف 3 بواغيز خلطت ماء البحيرة الحل بالمالح القادم من البحر المتوسط. البواغيز بتطلع بقت من أحسن أنواع السمك في العالم، القاروص واللوت والدنيس والجمبري والكابوريا والحنشان، كلات الحاجات دي بتطلع، والطبارة وحاجات كتير، أنواع سمك كتير، وفي طبعا سمك اسمه أليلي. هنا الصيد حر بأمر رئاسي، فهم يستطيعون وأنت تستطيع وأنا أيضا أستطيع الصيد. وفي السماء صيادين مهرة لهم طرق مختلفة، طيور المنزلة حديث آخر. بحيرة المنزلة قريبة من دول أوروبا، طبعا بأول هجرة للطيور بيهاجر أول حاجة اللي هو السمان، بيهاجر بيجي من أوروبا وإيطاليا على مصر من 1/9 لـ15/10، لأن هناك تبقى الجو بتاعهم الرطب بدائي عندهم، يجي هنا في الجو الدافي. بيت الطيور بتبدأ من الشهر 10، زي البط والشرشير والشهرمان والبلبول والكيش والغر، كل ده بينزل في شهر 10، هنا بيقعد هنا لغاية شهر 3 ويبدأ يهاجر تاني. خطة ما زالت قيد الدراسة برسم كورنيش على ضفاف البحيرة وجزيرة في قلبها توظف سياحياً. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. والآن نتابع أخبار الاقتصاد. أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يحافظ على النمو الإيجابي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن ينتعش خلال عام 2023 إلى 5.8%. وفي تقرير البنك الدولي والذي جاء تحت عنوان تعزيز التعاون التجاري إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري. وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة. شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع لجنة التنمية والتي تضم 189 بلدا عضوا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وناقشت اللجنة وضع الأسس لانتعاش قادر على الصمود، حيث أدت جائحة كورونا إلى أكبر انكماش في الاقتصاد العالمي خلال 8 عقود، ما أثر على جميع الاقتصادات وتسبب في انخفاض الاستثمارات والتجارة وتدفقات التحويلات المالية. وأثنت اللجنة على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسرعة استجابتهما للجائحة، وحثت على مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء والقطاعين العام والخاص وشركاء التنمية المحليين والثنائيين وغيرهم من المنظمات الدولية. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بناء وعي حقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه مصر. مصر ترحب بالتفاهمات السودانية الأمريكية ببدء رفع اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للإرهاب. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بالنظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع تركيا. ختاما مشاهدينا، نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لحضراتكم.